بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الحلقة السابقة إن في هذه الآيات من قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت إلى قوله تعالى ولهم عذاب أليم أن فيها تسلية للمؤمنين بأن ما يفعله أعداؤهم من الكفار من مضايقتهم والتطاول عليهم أن ذلك له نهاية قريبة وأن العاقبة ستكون للمتقين. ثالثا، يؤخذ من هذه الآيات أن الجزاء الأوفى على الأعمال يكون يوم القيامة لقوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالجزاء التام يكون يوم القيامة. وأما ما يحصل قبل يوم القيامة من الجزاء على الأعمال إنما هو نموذج كالذي يكون في الدنيا أو يكون في القبر من نعيم أو عذاب، إنما هو نموذج لما في الآخرة. يؤخذ من هذه الآيات أنه قد يعجل شيء من الجزاء على الأعمال في الدنيا أو في القبر، ولكن الجزاء التام والنهائي إنما هو بعد البعث في يوم القيامة. ويؤخذ منها أن الفوز يوم القيامة يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا في يوم القيامة لأن الجنة والنار داران باقيتان في يوم القيامة، فمن صار من أهل الجنة فهذا هو الفائز، وأما من صار من أهل النار فهذا هو الخاسر والهالك، نسأل الله العافية. وبذلك يتبين لأهل الإيمان أن هذه الدنيا وإن حصل فيها ما يحصل على المؤمنين من الشدة والمضايقات، لأن الدنيا ليست عند الله بشيء، وأن ما يعطاه الكفار فيها من السعة وإنما هو من باب الاستدراج، وهم لا يقيمون فيها وإنما يستدرجون ثم يؤخذون على غرة. ويؤخذ من هذه الآيات أن ما في الدنيا متاع عاجل، متاع عاجل لقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهو عاجل يغر الإنسان، وإن أعطي الدنيا بحذافيرها فإنما هو غرور وباطل، فعلى المسلم لا يغتر بذلك وأن يعلق قلبه بالدار الآخرة ويعمل لها. ويؤخذ من هذه الآيات أن الابتلاء والامتحان في الأموال والأنفس أن هذا سنة الله جل وعلا في خلقه، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أن هذا سنة إلهية، فعلى المسلم أن يوطن نفسه إذا أصابته مصيبة في ماله أو في نفسه أو في قريبه، أن يوطن نفسه بأن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى وأنه لا بد منه، وأنه لا تنفع منه الحيل ولا ينفع منه الحذر، فيرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى بذلك ولا يجزع ولا يسخط. يؤخذ من هذه الآية أن المسلمين سيلاقون أذى كثيرا وليس أذى يسيرا، ولقوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالكفار بجميع طوائفهم لا يرضون عن المسلمين، لا ننتظر أن الكفار يكرموننا أو أن الكفار يحبوننا، أبدا هم أعداؤنا، فعلينا أن نتخذهم عدوا لنا وأن نعتبر ما يقولونه وما يفعلونه في حق المسلمين
من مضايقة ومن تشريد وتقتيل ومن تحقير أن ذلك لا يضر المسلمين بإذن الله إذا هم تمسكوا بدينهم وصبروا على ما يصيبهم وأعدوا العدة لأعدائهم، فإن ذلك لا يضرهم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتدل الآية على أن المسلمين إذا لم يصبروا ولم يتقوا ربهم فإن ذلك يضرهم، وأن ذلك خور في عزيمتهم، وأن ذلك نقص في إيمانهم. فلا بد من الصبر ولا بد من التقوى عند أذى الكفار. وفي يؤخذ من هذه الآيات أن الواجب على المسلمين الصبر على أذى الكفار وألا يتنازلوا عن شيء من دينهم، وهذا ما يشق على بعض المسلمين أنهم إذا تطاول عليهم الكفار تنازلوا عن شيء من دينهم ليرضوا الكفار وليصانعوهم، ويظنون أن الكفار سيرضون عنهم، والكفار لا يرضون عن المسلمين حتى ينسلخوا من دينهم نهائيا، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى: وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب على المسلمين أن يخافوا الله سبحانه وتعالى ولا يخافوا الكفار، فإذا تسلط عليهم الكفار أو وآذوهم وتطاولوا عليهم فإن هذا كله هين في مقابلة سخط الله سبحانه وتعالى، فسخط المخلوق أخف من سخط الله عز وجل. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ونواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب تبليغ العلم وعدم كتمانه، قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذه مسألة عظيمة يحتاج الكلام عليها إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.